ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نتابع أخبارنا النهاردة، والبداية عندنا من النادي الأهلي. النادي الأهلي ظهر اليوم كان في مؤتمر صحفي للإعلان عن حفل توقيع عقود استضافة بطولتي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد رقم 39 رجال وسيدات، وبطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد رقم 30 رجال وسيدات أيضا خلال شهر مايو المقبل. حضر الاحتفال بكل تأكيد أسطورة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ودكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. وأيضا كان موجود في الحفل العمري فاروق الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وكل من محمد شوقي وطارق أنديل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. وأيضا كان موجود الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي. وعقب توقيع العقود قام الكابتن محمود الخطيب بإهداء درع وعلم النادي الأهلي وقميص فريق كرة اليد إلى رئيس الاتحاد الأفريقي، وأيضا نفس الكلام إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. ده كان على هامش حفل توقيع البطولتين دول داخل النادي الأهلي، وكان في احتفالية كده طبعا من خلال النادي الأهلي بهذه البطولات. طبعا زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي مش أول مرة يكون بينظم بطولات من هذا الشكل، قبل كده نظمنا في الفولي وأيضا في الهندبول، دايما كان بيبقى فيه من النادي الأهلي تنظيم للبطولات. كابتن محمود الخطيب كمان النهاردة قال كلام مهم جدا ولابد ان احنا نسمعه ونعلق عليه، هيكون معانا الكلام بعد دقائق تقريبا. كابتن محمود الخطيب كالعادة بيدي دروس في الإدارة من خلال كلامه النهاردة في هذا المؤتمر الصحفي. كابتن محمود الخطيب قال النهاردة كلام مش هيمشي بس على كرة اليد. تعالوا نسمع مع بعض ما قاله الكابتن محمود الخطيب ونرجع لحضراتكم عشان نعلق على كلام مهم جدا قاله الكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بنرحب بالسيد منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في النادي الأهلي، وبالسادة الحضور يعني. ويمكن بمناسبة بمناسبة اليوبيل الذهبي للاتحاد الأفريقي، النادي الأهلي لما عرف كده كان يحب أنه هو ينظم هذه البطولة، والحمد لله يمكن النهاردة في مراسم توقيع التعاقد لتنظيم بطولة اليد. أعتقد أن التعاون النادي الأهلي بصفته من يعني الحمد لله من الأكبر الأندية الموجودة على مستوى القارة الأفريقية، أعتقد أنه تنظيم بطولة ممكن تشهد تطور كبير بإذن الله، ودي عادة الكيانات الكبيرة إذا كان الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، الاتحاد المصري لكرة اليد مع النادي الأهلي. أعتقد إن شاء الله هنشهد بطولة طيبة بإذن الله تسعد القارة الأفريقية كلها. نأمل في إن احنا ننجح بإذن الله في هذا الأمر. احنا هنشتغل كويس علشان بإذن الله نقدم بطولة على مستوى يليق بالكيانات الثلاثة الكبيرة دي. أعتقد إن التعاقد النهاردة وإن كل الحقوق احنا درسناها، اللجنة اللي كانت معانا درستها، وإن شاء الله احنا مستعدين لهذا الأمر بإذن الله. يبقى بس حاجة مهمة كنت لسه بكلم فيها الدكتور محمد الأمين، إن وقت البطولة عشان مع منتخب مصر، عشان لعبتنا بتوع منتخب مصر إن شاء الله يكونوا معانا في البطولة بإذن الله، فأرجو التنسيق دوت مع الاتحاد الأفريقي بإذن الله. بشكركم جدا إن شاء الله، وبإذن الله بالتوفيق بإذن الله لنا كلنا إن شاء الله. زي ما حضراتكم شفتوا كلمة الكابتن محمود الخطيب ليها تعليق مهم جدا جدا على كلمة الكابتن محمود الخطيب. النادي الأهلي عنده مصر أولا، جربنا ده في الكورة في بطولة أفريقيا، ورحنا كاس العالم للأندية اللي هي بطولة دولية عالمية الأولى في كرة القدم من غير اللعيبة الدوليين، يمكن لحقونا في آخر ماتش بس تقريبا في المباراة الثالث والرابع. لكن النادي الأهلي كعادته عنده مصر أولا. تنبيه الكابتن محمود الخطيب النهاردة وطلبه لرئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، قال له إن إحنا مش عايزين يبقى في تعارض بين ماتشات المنتخبات وماتشات البطولة دي، عشان ما يبقاش المنتخب ناقص لعيبة أو النادي الأهلي ناقص لعيبة. النادي الأهلي بيحط أي حاجة تخص مصر أولا، ده النادي الأهلي. ده الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب وهو بيقول الكلام ده هو مجرب الكلام ده، وعملوا قبل كده
في كل المواقف اللي اتحط فيها الاختيار بين منتخب مصر والنادي الاهلي كان الاختيار لمنتخب مصر. في اي لعبه، في اي لعبه، خلي بالكم يعني احنا الكوره اللي هي اللعبه الشعبيه الاولى، ده اللي حصل لما اتقال لنا ان لا هيبقى في مساعده وهيكون في امم افريقيا وكاس عالم للانديه هيبقى في تعارض، مش هيبقى في تعارض، لا انتوا هتلعبوا بكامل نجومكم. لكن ده ما حصلش، رغم ان الكابتن محمود الخطيب قال نفس التنبيه على اتحاد الكوره المصري ساعتها وما حصلش. نفس الكلام اتقال النهارده وتنبيه ايضا لرئيس الاتحاد المصري لكره اليد في مؤتمر صحفي، كابتن محمود الخطيب قاله في مؤتمر صحفي على يعني عشان نمنع اي احتمال لاي مشكله. الكابتن محمود الخطيب قال الكلام، ودي الاداره الحكيمه للنادي الاهلي، الاداره الحكيمه للنادي الاهلي اللي دايما حاطه مصر الاول وحاطه مصلحه الفرق كلها. يعني خلي بالك البطوله دي مش نادي الاهلي بس، مصلحه الفرق كلها ومصلحه نجاح البطوله دي او نجاح البطوله دي ان يكون النادي الاهلي وكامل الفرق كلها المشاركه في البطوله دي بكامل نجومها، ونفس الوقت او في نفس الوقت ما يتاثرش المنتخبات بوجود تعارض او حاجه مع هذه المسابقات.